بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى يه أصل الثلاثة تمرت كفل سبعتي هنا سكهون درس بزو تكتاتي تمرتو جنايتنال زاري دمو درسنا بتنطب إن شاء الله. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إن شاء الله تعالى زاري منا يوم تشيني هنا المالتنا من بلو نبر شيخ ياقوموت رحمه الله محمد عبد الوهاب: والرب هو المعبود، يا جيتا مالت يا فتاري يا هلون شاي هلون تنكباكابي مدرنا استنباري هياوا دراغي قداي وإنم دمو توحيد الربوبية بالبيتو ما أنه الله سبحانه وتعالى نو يا الله سراوش بمبالي تاوك علو توحيد الربوبية الله ميفت سماح شوبتك لالا ما نورون مقدلون ما بلاتون ما تتعتون إهين مدر ما استنبرون كسماي زناب ما زنبون النزيه اللو جيت النتوس إكاتتالو. شيخ منالو: والربو جيتا مالت هو المعبود، عند صوب الله سبحانه وتعالى جيت النت كم من أبو هلا متبك بات من مدرجنا يسون أملاك النت يسون بتشين يا تملاك النت ما رجعتنا هو المعبود تملاكهم السون ويا جيت هاي الكت بتشوني فتارين ينام فتاري يهولم فتاري بل النبر بباله فوتمرت سلزيزي قام سرجة من أيام التونو. والربو يا جيتا مالت هو المعبود أملكو ميقبو لسو بتشانو. والدليل قوله تعالى لزهم مسرجو يا الله سبحانه وتعالى قالنو: يا أيها الناس أنت يسو لجوج خوي الريو تقلال لا لمانو لسو لجوج بتقلال لمسلمو لكافرو سلزي كافرو چم السنو فتعاري چن الالو مشركو چم السنو فتاري اتشن الالو ليونتا اتشونا نمتابتا لن إن شاء الله مسلمو اتش السنو فتاري اتشن الالو تاري من اللي تليو إبادة لاند الله بيتشا ما ترات عملكو لاند لسو بيتشا مفتسا الزيلاي مشركو اتشم كافيرو اتشم كمسلمو اتشو اتشالو تبتاك لالا ودكو لما السالي يهودا اتش وزيرن يعمل كالو نسوارا اتش إيسان يعمل كالو يمسس سلون يعمل كالو مشركوش كالله ليلا يعمل كالو مالتنا نسوارا وشم ليسي متى ملايكان يعمل كالو يمسس سلون هل مود كوال من سيكر مسلموش سيكرو لالله سبحانه وتعالى حيمانو تنبتك لالا يهتقرو مالتنا الله قمن بلو تتقرى زيلي: يا أيها الناس ان انت يسو لجوج خوي اعبدوا عملكوت ربكم جيتاتشون بأرقتنو الله سبحانه وتعالى يا أمانيوم يا كهاديوم من سلهونا جيتا سلهونا مالتنو اعبدوا ربكم جيتاتشون أملكوت يا جيتاتشو مالت مانو الذي خلقكم يا السو إن أنتني فتراتشو هلو مسمى مال نسوارا وچن بتايقواتشو سماينا مدرن ماني فتراو إن أنتن ماني فتراتشو تراراني چكلو ماننو سماين يالا مصوصو مدرن من دزيو فراش يدرقا تبلو سيت تيكو إيسان أرلم ميتاروت ليلا ليلا ملايكان أرلم ميتاروت عندي يبلونو ميتاروت اللهن عندي يبلو يتاروت با الله جيت النت تو ما منات شوغن ليلاون سرات شون تكباين ديهون على درقا شو من سلا درقو سرات شولي شركن سلا دبال لكو مالتنو ليلو چاملكو كفلوش لي جبريلني مسل كملايكا ميكايلني مسل كملايكا
مريمن يمسل كدغاغ سيتوج عيسان يمسل كنبي ليلوچنم دمو دغاغ ميبالو باريوچن لا الله بتشا ميگباون مبت اسالفو يسطالو الله من قال اعبدوا له ان انت يسو لجوج هو يبتقل الله جيتاچون املكوت قال يا يفطراچون كالله وچ فطار يلم الله من قال الله خالق كل شيء انا الله يهلو نغر فطاري نو قال يا ملائكوم يا جنوم يا انسوم يا بحروم يا بروم مدرم مست يالو بحرم مست يالو بسبات سمات بسبات مدروست من نايو ما نايو يزي كله فطاري عند الله بتشا نو يان ان انت ني فطراچون جيتا املكوت قال والذين من قبلكم قال برغط نو ما ان ما يكذب لني لمثالي اباتي قال لاباتي اباتو قالو لاباتو اباتو قالو اياله ايات قدمايات منامن اياله بنبيينت درجه دمو سيوسد كنبيو صلى الله عليه وسلم نبيينت بفيت يا عيسى حزبوتش قالو كعيسى بفيت يا موسى اياله اياله بمحل لايم يالوت نبيوتش اندالو هونو الله مناله ان انتنم كن انت بفيت ينبروتنم مال من يدرجه يفطر على الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون تفروت تتنققوت زند على الذي جعل لكم الارض فراشا مدرن فراش يدرجلاچو على سماين دمو طارا يدرجلاچو على كسمايات دمو كدامنا زنابن يوردلاچو على كذاس فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بوردو وها دمو مريت دقامي افافتا لن انت رزقن كمريت يوطى الله شوالا كمريت عند قبري عند سندي مريت ليك أبراتال ياتشين عزاني الله سبحانه وتعالى كمريت لي وهازن بوبات سيابكا فافتا من تهونا لج بزو سندي وجه تهونا لج لك اندزي الله سبحانه وتعالى اهن الهلو لباري وجهو درقا من يدرقو تزند السن ببتشين النت ياملكو تزند فلا تجعلوا على الله سبحانه وتعالى لله اندادا على الله سبحانه وتعالى لالله بيتين اتادرغولت على من اينت بيتين كزي بفيت يتزرزروتن بتقلالا بالفو درس لايم الله سبحانه وتعالى سماياتنا مدرن بوسطاچو يالوتن بسدس كم فطرال بتشاوم معناتنو يا لمانم رداتنت ايه كهونه الله منالا فلا تجعلوا اتدرغوا لله اندادا لالله بيتين اتدرغوا له تعالى ما درغ ما يشلو لك سو مفطر اندميشلو مفطر ما يشلو ما استنابر اندميشلو ما استنابر ما يشلو يزي كله بالبيتنت يليلاچو يسو اغار يالهونو املكو لني بتش ادرغوت لبتشنياو فطاري اغار لليلين هياو ما درغ لميشلو لمغلو ياله الله سبحانه وتعالى ودسو املكو بتشا يطران نو معناتنو يلاكاچو ملكتنيوچ بتقلالا يهن لما درغني تلاقوت وانتم تعلمون ان انت متاقو ستهونو اياوقاچو ايهنن جبريلم يهون ميكائيلم يهون عيسام يهون عزيرم يهون نبي صلى الله عليه وسلم يهونو عليم يهون قطباريم يهون ابريتم يهون مانم ايهن ما درغ اندما يچل اياوقاچو عندي يبلو ارل ميطرو مشركوچ من يفطره بتلو منم يليلم اغلي شي فطروني لم يليلم كله ني فطره عند الله بቻ እንደሆነ ያቃል ይህ ከሆነ الله من قال اعبدوا ربكم جيتاچون اللهን ብቻ አምልኩት ከሱ ውጭ ሌላ አምላክ የላችሁምና قال ابن كثير رحمه الله تعالى الله يذنላችሁنا الخالق لهذه الاشياء الذي كله بالبيت وهم الخالق فطار يهونو لهذه الاشياء كذي بفيت يتزرزروت بتقلالا سماينا مدرن يفطر بوسطو يالونم كسماي زنابنم يازم انيانم يفطر كانيا بفيت ينبروتنم يفطر كذاس مدرن دمو بوقايا اندتابل اندتابقل ميادرغات رزقان سيساي لمان لنيا سيساي يهون زند يهن كله يادرغالو هو المستحق للعباده عملكم يبالو بونتنت ميغباو لسولاند الله سبحانه وتعالى بتشانه والو
አሁን ወደ ማብራሪያ ስንመጣ አንነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚ উመት ኸይሩን ሁሉ ሊጠቁሙ የመጡ ሸር የተባለን ሁሉ ሊያስጠነቅቁ የመጡ ምን ይላሉ ኢማሙ ቡኻሪ ዘግበውታል ኪታቡ ተውሂድ ሚለው ባብ ላይ ማለት ነው ምን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዕዘሙ ዙኑብ አንተ ጅዐለ ሊላሂ ንደን وهو خلقك تلق بدل مالت انقدي بدل بزو عينت نو بدل بزو عينت نو تلقو بدل مالت ان تجعل لله ندن لا الله بيتين لتادرجلت نو قالو وهو خلقك اسو بتشا فطرو سيا بقى ليلى مانم ساي فطره مفطرن مانم ما يتشل هونو اند هونه وين مفطرن مانم اند ما يتشل ايتاوقا ለአላህ ግን ቢጤን ልታደርግለት ነው ምን ማለት ነው እርድ ለሱ ብቻ የሚገባውን ከሱ ውጪ ላለ እርድን ማድረግ ዱዓ ለአላህ ብቻ የሚገባ ሆኖ ሳለ ካላህ ውጪ ያለን መለመን ሊፈራ የሚገባው አላህ ብቻ ሆኖ ሳለ ካላህ ውጪ ያለን ልክ እንደ አላህ መፍራት እና የመሳሰሉት ማለት ነው እንቀጥል አሁን ትንሽ ማስረጃዎች ማለት ነው ትምርቱን ያጠናክርልን ዘንድ ማለት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሱ ጌትነት ማለት ነው አምላክነቱን እንደሚያስፈርድ ይሄ ምድርን ማስተናበሩ ብቻኛ የዚህ ሁሉ ተቆጣጣሪ መሆኑ ሄያው ማድረጉ መፍጠሩ መግደሉ ቀንና ሌሊትን መቀያየሩ ፀሐይና ጨረቃን መፍጠሩ እነዚህ ሁሉ ወይንም ደግሞ የሱ ፈጣሪነት ጌትነቱ የሚያስረግጠው ምን ነው ብቻኛው ተመላኪ እሱ መሆኑን ነው የመጀመሪያው ምሳሌ ረሱል صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار بلو سم كسطوت تعلق استغفار است طواتنا ما تاندي بال كاززوس است مولون تمرت بالله حزنت ليلى غزي متابطالو لاهون گمتقس يفلكوت اندي بلو يجمرال ذكرو اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك اللهم انت ربي الله هو انت جيتاينا لا اله الا انت جيتنتهم بቻ አይደለም ደሞ ማረጋግጠው ካንተ ውጭ لا اله አምላክ የለም الا انت انت ስትቀር እንጂ በሐቅ የምትመለከው ጅብሪልም ይሆን ሰዎች በባጢል ነው የሚያመልኩት እክድበታለው ተመላኪ አይደለም እሱን ወይንም በመላእክቶች ሳምን መላእክቶች አንተ የላካቸው አንተ የፈጠርካቸው ከብርሃን መሆናቸውን እንጂ ከአምልኮ አንድም ክፍል አይገባቸውም ብዬ በአምልኮ እክዳለሁ መላእክትን እንደፈጠርክ ደግሞ አምናለሁ ሌሎችን መላእካ ላይ ማመን የሚያስይዙ ነጥቦች እንዳሉ ሆኖ አምልኮ ግን አይገባቸውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንተ ውድ ባሪያህ እንጂ ተመላኪ አይደሉም እንዲያውም ያንተ አምላኪ ናቸው አንተ ነው በብቻኝነት የሚያመልኩት ኢሳ አለይሂ ሰላምም ውድ የሆነ ያንተ የቅርብ ነብይ እንጂ አምልኮ አይገባውም እሱን በነብይነት ተቀበለዋለሁ እንጂ አንተ እንደላከው አመኜ አምልኮዬንም አደርገው ግን ላንድ አንተ ብቻ ነው በኢሳ አምላክነትም እከዳለሁ በነብይነቱ እንጂ ማረጋግጠው በኡዘይርም ነብይነት አምናለሁ በአምላክነቱ ግን እከዳለሁ አሊ ረዲየላሁ አንሁ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጎት ልጅ ሺአዎች ድንበር እንዳለፉበት እኔም አላልፈበትም አምላክም አይደለም ያምላክነትን ባህር የለውም አንድ ሰው ነው ደግ ባሪያ ነው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበትነት ስለተመሰከረለት ደግ ባሪያ ብዬኔም ደግ ባሪያ ነው ብዬ እመሰክራለሁ ከዛው ጫልፌ አምልኮ ላንተ ብቻ የሚገባው ሙታል ለሆኑ አልይም ሞቷል ሁሰይንም ሞቷል ሐሰንም ሞቷል ዘይነብም ሞታለች እነዚህን ማምለክ ካልተቻለ በቃጥባሬ መክዳለሁ ተመላኪነት በአብሬትም ተመላኪነት እክዳለሁ በኑር ሁሰይንም ተመላኪነት እክዳለሁ በአብዱል ቃድር ጀይላኒም ተመላኪነት እክዳለሁ በሰይድ በደዊም ተመላኪነት እክዳለሁ በአሊ ጎንደር ተመላኪነትም እክዳለሁ ይሄን ስልም ማለት ነው ለአላህ ብቻ የሚገባው መብት ካላህ ውጭ ላለ ለነዚህ ያሳልፍ ያልሰጠም ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ማንሳት መፈልገው ነጥብ አለ እሱ ምንድነው ልክ እንዲህ አይነት የሰው ስም ሲነሳ ምን ይባላል መሻይኾችን የሚሳደቡ ወይንም ደግሞ ሰው የሚሳደቡ ሰዎች መጡ ይባላል ጥሩ እውነት ይሄ ስድብ ነው ይሄ ምን ይባላል حقን በባጢል መሸፈን ማለት ነው ሰዎች حق እንዳይደርሳቸው
من يبالال صلوات ما يودو سوتش متو يبال نبر بفيت يشرك صلوات اتبلو سيبالو صلوات ما يودو سوتش متو يلو نبر زاري دمو تسادبي سوتش متوال يبالال مان مانن اند سدبه لمثالي انيا مسلموچ من بلن نامنال انيا عيسان نبي نو انجي بلن مننامنو كذا وچ يا املاك لجم ايدلم املاكنتم ايجباوم ايه نو يسو درجه يا الله ملكتنيا نو يا اللهم باريا نو اللهن املاكي نو لكهم بنل نسواروچ من بيلو مسلموچ عيسان سدبو بن بيلو ايه تقباينت ينوروال اي نورو باطل نو كساچو ودك نو كساچو لك اندزي سو يسدبالو اميلو سوچ وي بدعاچو سينكاباچو نو يهونه يبدع مري يبودن مرياچو سينكا ايه سو صحابه يسدبال سيبالو صحابه مسدبو ادلم ياساسباچو لسو شفال لمسفت سو ميسدبو سوچ متوال يلالو انداتتقبلواچو انداتتقبلواچو سلازي ابريت تسدبوال يلوحال ابريتن يسدبا يلم ابريت غلي يملكو ايجبا الكسو تسدبوال ميلحاله الكسو التسدبب الكسو غلي يملك ايجباو يا اللهن مبتا سالفو سيسطو يا القرقراچو حقو سيجلطك سو ميسدبو سوچ متو بلو اي سون سم ميطفو سوچ قالو الله انسونم انيانم هدايا يستن بمقتل من يلبر ذكرو اللهم انت ربي الله هو انت جيتاينا لا اله الا انت كانت وجه بحق يملك يلم خلقتني قدم اللهم انت ربي علالنم انت جيتاينا ازي غا دمو من فطرهنيال لا اله الا انت علالنم قتلن كانت وجه يملك يلم بحق كذاس وانا عبدك اني دمو بارياني يباريا دمو سراو من ما درغنو املكون بتقلالا لاند الله سبحانه وتعالى بتشا ما طرات معناتنو الله سبحانه وتعالى كقران دمو ماسرجا سيسطن قل ارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون أياتو هنا نقروين الله بنان تلاي ليلتن اسكتن سأيك أندرس زو تاري بيادرقو كالله ليلة برحان نميامت اللاتو أملاك ما نو أتسمو من بلاتو إما جمعر يوهم من إبالال تصرفات من مدرك لليتن ما متعت كأنن ما كير إهن لينم كذب فيت أي تنال من على الله سبحانه وتعالى لليتن اسكتن سأي درس اسكك يا مدرس زو تاري بيادرقات برحانن يميامت الله شو أملك ماننو بلو تأييك ماننم جبريل مهم مدرق أي چلم إيسا مدرق أي چلم نبي صلى الله عليه وسلم مدرق أي چلم النسو كالچالو دمو عبد القادر جيلاني ما يشلم يدغيو ما يشلم علي غوندر ما يشلم نور حسين ما يشلم ابريت ما يشلم الكسو ما يشلم بك سلازي املكو لاند الله بتشا معناتنا قتلنا الله من قال قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون اياتو هنا الله بنانته لاي كأنن اسكتن سائق اندرس زو تاري بيادرقو كالله ليلة اسمر ربتهين كالله ليلة بوستو يمتارفو ببتن لليت يميامت الله شو عملاك مانو نقروين اتستولو منه بلا شوال كالله ليلة ما بحق من ملك اللم اهين هلو ميادرقم عندم اللم امالك توش بتقل على بي سبسبو جنم انسم بابات المين ملك بتقل الله بيسبسب ما انم بيسبسب مالتنو الله لي سرات ميشلو ما درق ميشل يلم حتى زنب مفترى يشلو قتلنا الله من على ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كتروتهم لن انت لليتنا كانن بوستو لتعرفوا بات لليتن مالتنو كتروفاتهم لتفلقوبت كأنن مالتنا برهانن أمس قاينو جم لتهونو أدر رقلات جوالا سلذي كأننا لليتن ميكعيرو بچين يو تملاكي الله سبحانه وتعالى بچانو سل ريزك منالا كدم الزاقة يان نانتن ميفتر كمريت بك أيان ريزك اللي نانت يو تقبلو نبر الله منالا أمن هذا الذي
يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور ويم سيسايون بيز باتشو على الله بيزو هين سيساي يا سيساي نميسات أتشو باونتو النرسو بموغدنا بدنبر مالف وست چك قالوا على الله سبحانه وتعالى سيساين بيزبن ماننم ليساتنا يچلو قال الله فقادو چمانتنو قلتنا الله باريوچ سيساي سچو ماننو الله سبحانه وتعالى قتلنا الله سبحانه وتعالى من على هي مسرجاوچ نو انقدي يچمرنا يالنو لزاريو تمرت قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون انقدي زيغا قدم النبر يالنو يا أيها الناس أن أنت يسو لجوج خوي هذا اللي يالنو أعبدوا ربكم جيتاتشون أملكو تريو لسو لجوج سكوهن درس زيغا رمو منبلو على الله سبحانه وتعالى قل أتهاجوننا في الله ارسو الله جيتاتشننا جيتاتشو سيهون የኛም ጌታ ሲሆን የናንተም ጌታ ሲሆን ለኛም ስራችን ያለልን ስንሆን ለናንተም ስራችሁ ያለላችሁ ስትሆኑ እኛም ለርሱ ፍጹም ታዛዦች ስንሆን ባላህ ኃይማኖት ትከራከሩላላችሁ ሆነ በላቸው አለ። ወናው አሁን እዚህ ጋር ሸርጡ ምንድነው? ሁሉ ጌታ ያላህ ነው ይል ይሆናል። ሙሽሪኩም ካፊሩም ማለት ነው። መለያው ምንድነው? ወነህኑ ለሁ ሙኽሊሱን ሙስሊሞች ስራቸውን በጠቅላላ ለማን ያጠሩናቸው? ለአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ያጠሩናቸው። ይሁዳዎች አሉ እዝራ ያላህ ልጅ ነው አሉ። ነሷራዎች ደግሞ ኢሳ ያላህ ልጅ ነው አሉ። ወማ ኡሚሩ አልታዘዙም ነበር ኢላ ሲቀር እንጂ ሊያዕቡዱላህ ጥረት አድርገው አላህን ሊያመልኩት ሙኽሊሲን ፍጹም ታዛዥ ሲሆኑ ለሁዲን በሃይማኖት ጉዳይ ላላህ ኃይማኖታቸውን ፍጹም ያጠሩ ሲሆኑ እንጂ እንዲያመልኩ ካላህ ውጭ አልታዘዙም ነበር አለ። ይሄ ነው እንግዲህ ፈስሉ ማለት ነው መለያው ማለት ነው። እንቀጥልና አሁንም ማስረጃ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነው እንግዲህ ለህዝቦቹ ሚላቸው انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون كالله ليلى يمتغزوت طاوتاتن ብቻ ነው ውሸትንም ተቀጣጥፋላችሁ እነዛ ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው ለእናንተ ሲሳይ ሊሰጧቸው አይችሉም ስለዚህ ሲሳይን ከአላህ ዘንድ ብቻ ፈልጉ ተገዙትም ለርሱ ማመስግኑ ወደ እርሱ ተመለሱ ከዚህ ምን እንይዛለን ብቻኛው ሲሳይ ሰጪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ማለት ነው ይሆኖ ሳለ ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ላይገባቸው ስለሚችል ይሄን ነገር ማብራራት ይጠበቃል። ጠንቋይ ቤት ይሄዳሉ። ምን ፍለጋ? መብላትና መጠጣትን ፍለጋ፣ ልጅን ፍለጋ፣ ዱንያዊ ጥቅማ ጥቅምን ፍለጋ ማለት ነው። አላህ ግን ምን አለ? ወስአሉላህ ሚን ፈድሊሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከችሮታው ጠይቁት አለ። ዘይድ ኢብኑ አምር امام البخاري بزغبوت حديث لي زيد بن عمرو يتبالى سو بجاهليه زمان برسول صلى الله عليه وسلم جنا نبي هونو كملاكاچو بفيت يقريشوچن ارد ياطاطلنا يوقس ودق يادرغ نبر انديهم سي الله بغون فطره انسو لارد لي يقربو يالوتم معناتنو وهان كسماي كدامنا لاكلت لمن لبغو معناتنو كمريت سارن ابقللت ይሁሉ ሆኖ ከአላህ ውጭ ባለስም ታርዱታላችሁን ብሎ ይጠይቃቸው ነበር ማለት ነው።